أهلا بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بولس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الشيخوخة وحماة سمعان بطرس المتقدمة في السن، وقال: أصيبت حماة سمعان بطرس بحمى خفيفة، وبكونها متقدمة في السن فإن الحمى وحتى لو كانت بسيطة يمكن أن تتسبب بالموت. المرض أصعب بكثير على المتقدم في السن منه على الشباب أو البالغين، وقد يبدو أن مرض كبير السن يعجل الموت ويقلل فرص الشفاء، لذلك يتسلل إليه الشك في إمكانية الشفاء. ولكن مشهد شفاء حماة بطرس يساعد كبير السن على الرجاء. زار يسوع حماة بطرس المتقدمة في السن والمريضة مع تلاميذه، وعندما رآها أخذها بيدها وشفاها وجعلها تقف على قدميها. بهذه الحركة المليئة بالمحبة والحنان أعطى يسوع الدرس الأول للتلاميذ بأن الخلاص يبشر به بل يتم بالاعتناء بالمريض وزيارته والصلاة من أجله. وقد أعطت حماة بطرس الدرس الثاني عندما نهضت وبدأت في خدمة يسوع وتلاميذه. إيمان تلك المرأة قد تألق في شكرها لحنان الله الذي انحنى عليها. وقال قداسته: يجب على كبار السن أيضاً أن يخدموا الجماعة وأن يتحملوا مسؤولية الخدمة. إن شكر كبار السن على العطايا التي نالوها من الله في حياتهم كما فعلت حماة بطرس سيعيد إلى الجماعة فرح العيش معاً، وسيمنح إيماننا السمة الأساسية لهدفه.